السؤال الثالث كان اذكر حالة تحتاج إلى إبرام عقد. 29 نقطة جاب رائد على جواب الزواج. أنت قلتي شراكة عمل، وشراكة العمل انطتج 17 نقطة. 17 نقطة، 184 نقطة، عافية. السؤال الرابع كان سمي شخص من أقاربك. عمي قال أستاذ رائد 18 نقطة، أنت قلتي الخال. الخال، خالي، خالي، و11 نقطة. هنا شوية 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 خلط. 195 نقطة. السؤال الأخير إذا ما جبت بي 5 نقاط يعني راحة، راح عليك كل شيء يا عباس. شو تقولين؟ كيفكم؟ شو نقول؟ نتخارب. يعني إذا طلع هذا السؤال غلط أطلع هيك. مهند يسوي حماس. أنا ما لي علاقة. ما خلينا نشوف جوابك. الآن النظارة الشمسية احتمال حلو وعالي وأخذ 27 نقطة. خلينا نشوف أنت السؤال يقول اذكر شيء تغطي به عينيك. نظارة شمسية قال رائد وأخذ 27 نقطة. أنت قلتي قطعة قماش يغطون بها العين؟ باندانا. قطعة قماش؟ اللي هي الباندانا اللي بالطائرة صح؟ ممكن؟ ممكن؟ خلينا نشوف. لا زهرة الجوز البطانية واحد يغطيها حتى من ينام ممكن. ما أعرف أنا ما أدري. بني هاي يغطون بها عينهم من ينام. إيه إيه خلينا نشوف خلينا نشوف. راقبي راقب حمزة. حمزة يا هلو الشعراء 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 فازوا. تفضلوا تفضلوا. يلا تعال. إذا نقول ألف ألف مبروك لشعرائنا بفوزهم اليوم بجائزة قيمتها 10 مليون دينار عراقي. إجاباتهم كانت رائعة، سريعة، دقيقة، وخاصة في أسئلة المفردات الشعبية العراقية، الوزرة والقمع والقضبة. إذا استمتعنا مع الشعراء والإعلاميين وكلهم كانوا رائعون حقيقة، حتى الإعلاميين. نقول أيضا مرة أخرى مبروك باسمكم أيضا وباسم القناة، ونقول نريد 10 مليون توني توني. آه 10 مليون دينار عراقي لفريق الشعراء العراقيين، نقدمها إلى رئيس الفريق الشاعر الكبير حمزة الحلفي. ألف ألف مبروك يا أستاذ حمزة.